بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. افتتحت الجلسة. السادة الوزراء محترمون، السيدات والسادة النواب محترمون، طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول الأعمال أعمالنا اليوم 29 سؤالا شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة. والآن أطلب من السيدة أمينة المجلس تلاوة المراسلات الواردة على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة. شكرا السيد الرئيس. توصلت رئاسة مجلس النواب ب 49 سؤالا شفويا و 82 سؤالا كتابيا و 86 جوابا عن الأسئلة الكتابية، كما تم تحويل 3 أسئلة شفوية إلى أسئلة كتابية. شكرا سيدة أمينة المجلس المحترمة. حضرات السيدات والسادة، توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يخبر فيها: أولاً، طلب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتقديم الأسئلة الشفهية الموجهة إليه مع بداية الجلسة نظراً لالتزامات حكومية طارئة. ثانياً، طلب السيد وزير الاقتصاد والمالية بإدراج الأسئلة الموجهة إليه مباشرة بعد قطاع الثقافة لالتزامات حكومية طارئة كذلك. إذا نبدأ بالقطاع الأول، أي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وفيما يلي سؤالان لهما وحدة الموضوع، ويتعلق الأمر بواقع حال الأحياء الجامعية. لذا أقترح على السيدات والسادة النواب محترمين